أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي نخصصها للحديث عن تنديد الأمم المتحدة بأحكام الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 30 معتقلا. أعربت الأمم المتحدة عن رفضها لقرار المحكمة الجزائية التابع لميليشيا الحوثي القاضية بإعدام 30 معتقلا في سجونها. وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن معظم المحكومين بالإعدام من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح. ولفتت إلى أن لدى المفوضية معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدنيين تعرضوا للاعتقال التعسفي وغير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين. أولا، آثار قرار تنفيذ أحكام الإعدام على اتفاق الحديدة الخاص بالأسرى ودور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وقف انتهاكات الميليشيا. من يوم لآخر لا تتوانى ميليشيا الحوثي في استغلال القضاء لتصفية حساباتها السياسية مع الحكومة الشرعية. كان آخر ذلك إصدارها حكماً بالإعدام لنحو 30 معتقلاً في سجونها منذ العام 2016 بتهمة التجسس لصالح دول التحالف. محاولات الميليشيا توظيف القضاء لخدمة مخططاتها قوبلت برفض أممي واسع لأحكام الإعدام، حيث أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا الشمدساني رفض الأمم المتحدة أي تهم ذات دوافع سياسية، مؤكدة أن معظم المحكومين بالإعدام هم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح. المفوضية أضافت أن لديها معلومات موثقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي وغير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيا بإقامة محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى، وهو الأمر الذي يرقى إلى جريمة القتل خارج القانون. اتهامات الحكومة عقبتها دعوات أممية بضرورة التدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيا الحوثي ضد مجموعة من المدنيين والناشطين والصحفيين. وفي سياق التهديد بتنفيذ أحكام الإعدام من قبل الميليشيا، يرى مراقبون أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تقتصر على التنديد فقط، في ظل عدم وجود أي مواقف أو تحركات حقيقية لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين، وهو الأمر الذي لم يتوقف منذ انقلابها على الدولة قبل نحو 5 سنوات. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام لحقوق الحريات توفيق الحميدي، وأيضا ينضم من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة. نبدأ مع السيد توفيق الحميدي. بداية سيد توفيق، كيف تقرأ تنديد الأمم المتحدة بأحكام إعدام 30 معتقلا في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر نحن نقرأ بيان الأمم المتحدة الأخير أنه يأتي في السياق الطبيعي لدور الأمم المتحدة في مثل هذا الملف، خاصة وأننا نعتبر أن الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية لم تقم بدورها المسؤول في حماية حقوق الإنسان في اليمن، برغم التقارير المتعددة سواء كانت من منظمات دولية أو منظمات محلية، والتي وأيضا الصادرة من لجان التحقيق الأممية بما فيها لجان التحقيق الخبراء البارزين التابعة للمجلس العام، والتي أكدت وجود تعذيب ممنهج وعلى نطاق واسع داخل السجون التي تتبع ميليشيات الحوثي وأيضا في السجون التي في جنوب اليمن، إضافة إلى أن المحاكمات السابقة كان هنالك تنديد واضح بما في التقارير التي صدرت من العفو الدولية أو غيرها، سواء في قضية أسماء العميسي أو قضية الصحفي عبد الرقيب القبيحي، والذي أكدت الشهادات والإفادات بأنها محكمة خالية من، يعني تفتقر لأبسط مبادئ العدالة الجنائية، وحيث تم محاكمة الصحفي عبد الرقيب القبيحي وإصدار حكم الإعدام بحقه خلال جلسة واحدة.
مما يؤكد إضافة إلى قضايا إلى انعدام الولاية إلى غير ذلك. اليوم يأتي في هذا السياق تماشيا مع التنديد الدولي والمحلي بهذه القضايا، ووضعت النقاط على الحروف، خاصة أنها أكدت بكل وضوح وجود تعذيب ممنهج وواسع النطاق لهؤلاء الذين صدر بحقهم أحكام الإعدام، وبأنها أحكام سياسية ليس إلا. نعم أستاذ توفيق، ما هي الخطوات التي يجب على الأمم المتحدة اتخاذها لوقف تنفيذ هذه الأحكام؟ يعني هل نتوقع أن تصدر الأمم المتحدة قرارا قويا يستطيع أن يوقف تنفيذ هذه الأحكام؟ وجديد أيضا. اعتقادي قضية تنفيذ الأحكام أمر يعني حاليا لا يمكن أن نتحدث، لأن أعتقد أن جماعة الحوثي لن تقرا على تنفيذ مثل هذه الأحكام لأسباب متعددة. لكن اليوم هذه الأحكام تأتي في هذا الظرف لتضع الدولة تستطيع أن تقول في سكة قطار المفاوضات المتعلقة بالأسرى التي هي في الأردن. هنالك توقف تام لمثل هذه المفاوضات من قبل الأطراف، وكل طرف يحاول اتهام الطرف الآخر بعرقلة التوصل إلى صيغة نهائية. لكن يبدو أن هذه الأحكام خاصة لمدنيين ومشمولين بقوائم تبادل الأسرى، يؤكد أن جماعة الحوثي غير جادة في الذهاب أو في تنفيذ الشق المتعلق باتفاقية الأسرى التي وقعت قبل اتفاقية ستوكهولم وأدرجت ضمن اتفاقية ستوكهولم، والتي من المفترض أن ترى النور في 20 يناير. اليوم نعم. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله على المحك. أعتقد أن جماعة الحوثي الآن تواجه ضغط شديد، خاصة بعد إصدار الخارجية البريطانية بيانا واضحا في يدين مثل هذه الإجراءات الحوثية، واليوم الأمم المتحدة. وأعتقد أنه ستكون هنالك تحركات جادة. اليوم لا نستطيع أن نقول بأن جماعة الحوثي جماعة منفلتة بعيدة عن ضغوط المجتمع الدولي، هذا أمر غير منطقي، لأنه المجتمع الدولي عندما قرر أن يذهب الأطراف إلى مفاوضات ستوكهولم ذهبت كل الأطراف بما فيهم الحوثي دون أي توقف. فاليمن اليوم لا تمتلك قرارها الداخلي، أو لا يمتلك الأطراف قرارهم الداخلي، القرار هو خارجي. اليوم تأتي الأحكام الإعدام في سياق التجاذبات سواء الدولية أو الإقليمية، حتى لا يمكن أن تذهب بعيدا هذه الأحكام عن الصراعات الدائرة في الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وجه الخصوص. نعم توفيق الحميدي تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان معنا من القاهرة وليد الأبارة. بداية كسلطة شرعية، هل لمستم أي خطوات أو توجهات لدى الأمم المتحدة لوقف انتهاكات الميليشيات، خاصة المتعلقة بالأحكام الأخيرة بالمعتقلين؟ السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم والأخوة المشاهدين. في النقطة بالتحديد التي ذكرتها وهي حكم الإعدام بحق من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية بحق الناشطين المدنيين، كان هناك تعاطينا أو أرسلنا مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حق التعبير، بالإضافة إلى مذكرة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وبالتالي كان هناك بالفعل تجاوب مبدئي، لكننا نأمل في الوقت الحالي، ونزلت تحركات جارية على قدم وساق، نأمل أن يلتقي وزير حقوق الإنسان بأمين عام الجامعة العربية خلال هذه اليومتين، بالإضافة إلى أن الحكومة عقدت اجتماع في عدن برئاسة دولة الدكتور معين عبد الملك، وأيضا كان هناك توجيه للدبلوماسية في كل الدول بالتعاطي الجاد والاستجابة الفورية لهذا الحكم الذي يفتقر لأبسط المعايير الموضوعية ولمعايير العدالة، بالإضافة إلى أنه صادر عن جماعة تعيش خارج القانون وغير شرعية برمتها. نعم. نأمل نعم لو قاطعتك سيد وليد، ما هو الدور الذي قمتم به أنتم كوزارة حقوق الإنسان في الضغط على الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات؟ نحن سلكنا المسلك القانوني فيما يتعلق بإرسال مذكرتي إلى المفوضية السامية وإلى المقرر الخاص،
ولكننا نأمل أيضا بما أن المسألة جماعية ويجب أن تقوم الدبلوماسية أيضا بجهودها بالإضافة إلى المؤسسات الدولية المعنية أيضا بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي. الأمم المتحدة للأسف الشديد خلال الفترة بعكس ما قاله الأخ العزيز، الأمم المتحدة لعبت دور سيء جدا فيما يتعلق بموضوع الحماية. الحوثي ترك على القارب وظل يرتكب كل أنواع الجرائم منذ بداية الانقلاب وحتى يومنا الحاضر، ولم تتخذ بحقه أي إجراءات رادعة. ولكننا نأمل فيما يتعلق بحكم الإعدام الجديد أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل حازم وأن يوقف هذه المهزلة، خصوصا أنها تعرض اتفاق ستوكهولم وخصوصا اتفاق الأسرى للانهيار الكلي والشامل. نعم، كيف يمكن أن تؤثر أحكام الإعدام على اتفاق الحديدة المتعلق بالأسرى كونه يشملهم والحوثيين أيضا موقعين عليه؟ في الحقيقة اتفاق ستوكهولم هو يلفظ أنفاسه الأخيرة على كل الأصعدة، سواء الشق الإنساني كون الميليشيات الحوثية رفضت التعاطي مع الجانب الإنساني سواء بفتح الطرقات والممرات أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، بالإضافة إلى بالتعاطي الجيد مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي وعدم التدخل في توجيه وسرقة وتحديد مسار الإغاثة وتوزيعها، بالإضافة إلى نزع الألغام، بالإضافة إلى عدم قبول الشق الاقتصادي من الاتفاقية والمتعلقة بتوريد إيرادة موانئ البحر الأحمر، مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تشغل مينائي الحديدة والصليف إلى البنك المركزي مقابل صرف المرتبات، بالإضافة إلى الشق السياسي والعسكري أيضا والمتعلق أيضا ب الامتناع عن المواجهات. نعم. وأيضا الالتزام الكلي بوقف إطلاق النار. نحن نشاهد بشكل شبه يومي تقريبا سقوط ضحايا مدنيين بسبب تساقط القذائف بشكل مستمر على مناطق التحيتة والدريهمي وكل المناطق التي تحيط بالحديدة على طول الشريط الساحلي. وبالتالي نحن نتحدث عن بأن هذا الاتفاق يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تعنت الحوثيين، وجزء من هذا الاتفاق هو اتفاق الأسرى الذي لم يلتزم الحوثيين بأي من حتى حينما قبلت الحكومة أن تبادل مجموعة من المحاربين التابعين للميليشيات مقابل أسرى مدنيين ومختطفين، رفضت الميليشيات أن تسير في هذا الاتجاه. نعم. حتى حينما قدمت الحكومة تنازلات فيما يتعلق بالإفراج عمن تم الاعتراف عنهم أيضا رفضت الميليشيات هذه الخطوة، ونحن الآن أمام إعادة ملف الأسرى والمختطفين إلى نقطة الصفر. نعم، وليد الأبارة تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى فيينا، من هناك رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. سيد توفيق، كيف يمكن أن تؤثر أحكام الإعدام على اتفاق الحديدة، خاصة أن هذه متعلقة بشكل كبير بتبادل الأسرى، خاصة وأن المحكوم عليهم مشمولين في اتفاق الأسرى؟ لا، نحن نؤمن بأن عملية مد يعني ردم الجسور الاجتماعية هي المدخل الأساسي لأي اتفاق سياسي من أجل تعزيز الثقة المجتمعية اليوم بين أبناء المجتمع الواحد، هي المدخل الأساسي لأي حل سواء كان سياسي أو حتى من أجل الانتقال للمراحل الأخرى للاتفاقية. أعتقد بأن اليوم اتفاقية تبادل الأسرى من المفترض اليوم أن تكون قد يعني أغلب أكثر من 50% تم الانتهاء منها، خاصة كان هنالك موعد في 20 يناير، لكن إلى حد اليوم يؤكد على أن هنالك نية غير صادقة في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشكل كامل، وأن الهدف من اتفاقية ستوكهولم هو هدف عسكري وسياسي، بمعنى أن الحوثيين يستطيعون أن يأخذون استراحة محارب، يقومون بترتيب أوراقهم بحفر الخنادق بالاستعداد لمعركة كبرى، ولذلك هم لم يكونوا متحمسين ولم يذهبوا إلى اتفاقية تبادل الأسرى بنية جادة وصادقة، لأنه كما نعلم أن هنالك اليوم ما يقارب الاتفاق على إطلاق 2000، لكن ما زالت العراقيل قائمة، وكان هنالك تصريح من رئيس لجنة تبادل الأسرى الحكومية
بأن الحكومة قد توقف المفاوضات في هذا الجانب. باعتقادي هذه أحكام الإعدام اليوم وضعت ليس يعني اتفاقية تبادل الأسرى على المحك، بل وضعت اتفاقية ستوكهولم برمته اليوم على المحك. وأعتقد بأن اتفاقية ستوكهولم اليوم بعد هذه الأحكام وهذه التصرفات أصبحت من الماضي، وبالتالي يجب البحث عن صيغة جديدة وفق شروط جديدة أو ملزمة للأطراف من أجل إيجاد صيغة تنفيذية مرضية للجميع. نعم توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى أم أحمد من صنعاء، عضو رابطة أمهات المختطفين. بداية أم أحمد، بعد حكم الإعدام بحق 30 مختطفا، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الرابطة وأهالي المختطفين؟ الرابطة شرعت في التواصل مع أهالي المختطفين لحثهم على رفع دعاوى على الرد على هذه الأحكام الجائرة بحق أبنائهم. أيضا شرعت في التواصل مع المنظمات الدولية وإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي رافقت سير المحاكمة، وأن تلك المحاكمة لم تكن أو لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة جملة وتفصيلا، ابتداء من الاعتقال التعسفي مرورا بالإخفاء القسري والتعذيب البشع الذي تعرض له هؤلاء المختطفين، أيضا إجبارهم على الاعتراف على أنفسهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام وفي الشوارع، مما كان له هدف بتهيئة الرأي العام لأحكام الإعدام في حق هؤلاء. الآن الرابطة تقوم بعكس تلك الخطوات، وهي إثبات براءة هؤلاء المختطفين، أيضا إثبات أن هذه الأحكام كانت ذات دوافع سياسية بحتة لا علاقة لها بأي طلبات جنائية بالمرة. ونحن نعلم أنه في فترة النزاعات وخاصة النزاعات الداخلية أي إصدار لأحكام الإعدام غالبا تكون ذات دوافع سياسية وليس لها أي علاقة بأحكام جنائية أو ممارسات جنائية يقوم بها هؤلاء المعتقلون. نعم، بالنسبة لتقييمكم أيضا للموقف الدولي والمنظمات الحقوقية في هذه القضية، هل تستطيع هذه المواقف والتنديدات أن توقف هذه الأحكام في ظل هذا الوضع الذي تعيشه البلد؟ نحن نأمل ذلك. بيان الأمم المتحدة، بيان منظمة العفو، كله يصب في الضغط على جماعة الحوثي بإلغاء تلك الأحكام. بيان الأمم المتحدة انطوى على إدراك بحجم الانتهاكات التي رافقت سير المحاكمة. أيضا كان من ضمن البيان أنه ينبغي إسقاط اتهامات ذات دوافع سياسية، وهو ما أكدنا عليه أن تلك الأحكام ذات دوافع سياسية وليست أبدا ذات دوافع جنائية. فنحن نأمل أن تصب تلك الجهود الأممية وغيرها من المنظمات الحقوقية في سبيل الضغط على جماعة الحوثي بأن تلغي تلك الأحكام وأن تفرج عن هؤلاء المختطفون، لأنهم مختطفون مدنيون لا علاقة لهم أبدا بأعمال جنائية تستحق أن يصدر في حقهم حكم الإعدام. نعم، هل تعتقدي أن المختطفين لقوا حقوقهم المتعلقة بالمحاكمة، خصوصا أنه كان لديهم محامي للدفاع؟ أنا كما ذكرت لكم هذه المحاكمات لم تلتزم أبدا بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. المحامون أنفسهم والذين تطوعوا للدفاع عن هؤلاء المختطفون لاقوا التهديد، أيضا كان يتم رفض قبول طلباتهم وعدم الاستجابة لدفوعاتهم، تعرضوا للاعتقال أيضا من قاعة المحاكمة، كما تعرض هؤلاء المختطفون هم أنفسهم للتعذيب في أيام المحاكمة وفي قاعات مجاورة لقاعة المحاكمة. نعم، تفضلي معنا بالبقاء أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين. ننتقل إلى وليد الأبارة، المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان. كيف تقرأ بيانات التنديد الأممية بخصوص رفض أحكام الإعدام الصادرة من قبل ميليشيا الحوثي؟ نقرأها بشكل إيجابي، خصوصا إذا ما حاولنا أن نفهم السياق الذي الزمني والمكاني الذي صدر من خلاله حكم الإعدام من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي حاولت من خلاله أن توجه مجموعة رسائل سواء للداخل اليمني أو للخارج. الرسائل التي أرادت من خلال هذه
الأحكام أن توجهها للداخل، هي أن على أولئك الناشطين سواء الأكاديميين أو الصحفيين أو السياسيين أو الحقوقيين أن يبتلعوا ألسنتهم وأن يلوذوا بالصمت كخيار وحيد، وإلا سيكون مصيرهم مصير هؤلاء، بالإضافة إلى توجيه هذه الرسائل للخارج بأن الميليشيات هي خطوة تصعيدية فيما يتعلق باتفاق نحو اتفاق ستوكهولم أيضا والتزاماتها تجاه هذا الاتفاق وخصوصا إجراءات بناء الثقة، بالإضافة إلى أنها تريد أن توجه رسائل أيضا وهي جزء من الصراع الإقليمي الموجود داخل المنطقة كما تفضل صديقنا ذكرها سابقا. وبالتالي كل هذه المعطيات تؤكد على أنه هذه الخطوة التصعيدية لا تستهجن من قبل سواء المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل هيومن رايتس والعفو الدولية أيضا والمفوضية الثانية لحقوق الإنسان. نأمل أيضا من خلال المقرر الخاص أن يتم عرض رسالة وزارة حقوق الإنسان والحكومة اليمنية إلى مندوبية الدول في مجلس حقوق الإنسان، وأيضا تلخيص الردود الدول وتقديمها في شهر 9 أيضا، وقد يمكن أن يتم تقديمها في حال حدث طارئ أو خطوة تصعيدية أخرى من قبل الميليشيات. وبالتالي كل هذه الخطوات والتنديدات تجعل الحوثيين الآن أمام أمر واقع، وبحيث أنه لا يمكن أبدا أن تمر جريمة يمكن يقول أنها جريمة جماعية في حالة فكرت أن تقدم عليها، ولا أعتقد على أن الظروف المحيطة بهذه الأحكام قد تسمح للحوثيين بأن يمارسوا فعالتهم. أنا أعتقد أنهم سيكتفوا ربما سيكتفوا بالتصعيد، وأيضا يحاولوا ابتزاز سواء الحكومة الشرعية أو أهالي الناشطين المختطفين. وأيضا ما حدث أيضا يجعلنا نلقي نظرة إلى حجم المعاناة حقيقة التي يتعرض لها هؤلاء داخل سجون الميليشيات. نحن نتحدث عن غياب أبسط المعايير الإنسانية سواء ما يتعلق بإجراءات الاعتقال بالإضافة إلى إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى أن هناك تعذيب، والحكم أيضا هي جزء من من أدوات التعذيب النفسي والمعنوي لهؤلاء الناشطين ذويهم. نعم، وليد الأبارة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى أم أحمد من صنعاء، عضو رابطة أمهات المختطفين. أم أحمد، متابعتكم لكيف هي ظروف المختطفين التي يعيشونها داخل سجون الميليشيا هناك؟ كالعادة ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها المختطفون ظروف سيئة، يعيشون في ظروف بالغة السوء. وبحكم أننا هذه الفترة نتحدث عن هؤلاء 30 الذين تم إصدار حكم الإعدام فيهم، ربما أذكر لكم بعض أساليب التعذيب التي تعرضوا لها. كانوا تعرضوا للتعليق، الصاق بالكهرباء، وضعهم في براميل مياه ووصلها بالكهرباء، نزع أظافرهم، إدخال الإبر من تحت الأظافر. أيضا تعرضوا إلى التعري، إجبارهم على التعري أمام بعضهم البعض، تجريعهم مياه المداري رغما عنهم، وأساليب بشعة ولا إنسانية يعني لا يمكننا الحديث عنها ولا يمكننا تصورها. إيذاؤهم بدنيا وإيذاؤهم نفسيا من خلال تهديدهم بقريباتهم من النساء، كل هذا من أجل إجبارهم على أقوال تنتزع منهم بالقوة، ويتم تصويرهم وعرضهم على شاشات التلفزيون التابعة لجماعة الحوثي من أجل إثبات تهم جنائية بحقهم. هذا فضلا عن التجويع، عن التقييد بالسلاسل، الإهمال الرعاية الصحية، منهم أحد المختطفين وهو عبد الله المسوري أصيب بفشل كلوي، أيضا المختطف عبد العزيز الحكمي أصيب بما يشبه الشلل، غيرهم كثير تم إهمالهم إهمالا متعمدا حتى ساءت حالتهم الصحية وتدهورت حالتهم الصحية حتى أصبح عندهم أمراض كأنهم في سن الشيخوخة وهم ما زالوا طلاب في الجامعات أو طلاب من خريجي الثانوية. أنا أشير إلى أنهم معظمهم هم طلاب في الجامعات وأكاديميين، من ضمنهم دكتور يوسف البواب المعروف أستاذ اللسانيات المعروف. هذا الدكتور تعرض للكثير من أساليب التعذيب البشعة، آخرها كان قبل شهرين تعرض للخنق 7 مرات حتى كاد يفقد حياته.
تعرض للإخفاء عدة مرات، كان في كل مرة في قاعات المحكمة عندما يتحدث عن التعذيب الذي ينالهم في سجن الأمن السياسي يعاد تعذيبه مرة أخرى وبشكل خاص لحديثه أمام قاعة المحاكمة. نعم، أم أحمد من صنعاء، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام وأيضا لفريق العمل، ولكم التحية أيضا مني. إلى اللقاء.